في ظل المعارك المستمرة في الغوطة الشرقية وتحديدا الجبهات القريبة من مطار دمشق الدولي، لم يكتف النظام باستخدام أثقل أسلحته ضد الثوار والسكان المدنيين، بل عمد إلى استعانة بالميليشيات الشيعية التابعة لحسن نصر الله ونور المالكي ليقاتلوا صفا واحدا مع جنوده وشبيحته في بلدات الغوطة الشرقية. العراقيين إيرانيين حرس الثوري وحزب الله وبعض من الجيش الأسدي. متأكد إنه في إيرانيين؟ إيه أنا شفتهم بعيني. كيف معلومات الجيش اللي هنيك؟ رأيتهم من دمرة وفي منوع بفلة بالشرق. شو يلي جابك لهون؟ اللي جابني هون قاعد بيعطوا سلاحة بسلحة بمحافظة السويد سلاحة بسلحونه وجابونه لهون. ومن خلال هذه المعارك استطاع الثوار أسرع عناصر تابعة للنظام اعترفت بوجود هذه العناصر الخارجية، كما قتل عددا من هذه العناصر الشيعية عثر معهم على وثائق تثبت بالدليل القاطع طوط هذه الميليشيات في القتال ضد الشعب السوري. هالمقاتلين هذون اللي عم يتواجدوا عم نجيب جساس لهم معهم أدعية لحسن نصر الله، عم يغرر فيهم ويجيبهم كلهم أعمارهم بين 18 سنة لل 24. يا زينب أدعيتهم كلها يا زهراء ويا زينب ويا حسين، وعنا ثبوتيات وهويات لح نقدم لكم إياها بآخر التقرير. كما استطاع الثوار اغتنام عدد من الأسلحة الحديثة التي يستخدمها عناصر حزب الله والعناصر العراقية، يؤكد الثوار هنا أنهم مستمرون في معاركهم حتى القضاء على نظام الأسد وكل من يسانده في ظل صمت دولي عن كل هذه الانتهاكات والتدخلات السافرة من قبل حزب الله وإيران. لأورينت نيوز من ريف دمشق، هادي المنجم.